ديك ديال الاعلام واحد الوقت سي كان على المستوى السياسي كان بوستا كتجيب بوعبيد. فوقاش كناقشوا الجمهور بزاف ملي كيكون المحتوى هادف بحال دابا حنا ولا مثلا الناس كناقشوا واحد الافكار ومقيدين بواحد المحتوى ملتزم وكتجيب جمهور من حقك تفتخر. اما ماشي محدد الجمهور ديال التخربيق من داخل المحتوى هادف ومنضبط منضبط القواعد المهنه وقواعد الاخلاق وقواعد الدين وقواعد ديال المجتمع. ولكن اخطر حاجه كنعطيه شرعيه حتى كيولي يدير شرعيته لانه هو طاق ويلي الشعب كيصفق ليا الملايين الصحافه كتعيط ليا هاد الكرسي كان كيجلس فيه محمد بوستامه وليت كنجلس انا فيه.